أروى يلا حبيبي تعا، عم استناك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، تقول الله إن الفجر لم ينصلى. الأرض بتتكلم عربي. صباح خير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة اللي اشتريتهم امبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بالزبالة. يو، ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول ثلاث شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح أحلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة أمريكية، نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلت لك لازم تقاطعي البضائع الأمريكية؟ قلت لي، بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان، فورا بترحشيه بزبالة وبترجعي للقهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركية. ولك يا حبيبتي يا تمارا، ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي، اشربي أي شيء، عصير، حليب، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما احلانا والله، عند اخر الزمان عم نشرب قهوه امريكيه، ما احلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الامريكي؟ طبعا لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. واذا ما سكرت معامل القهوه بامريكا وقعدوا صحابه يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل، وبكرة بتشوفي. الأرض بتتكلم عربي، الأرض 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 بتتكلم عربي. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم النما، يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم النما، يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. محتاج العدل القوة. أنا شنطة العمى. شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا، يا تمارا، تمارا. خير شوفي، ليش عم تصري؟ شو جاب معجون هسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرش اسنانها الا بمعجون امريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي اعطيتكم اياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني؟ شبه؟ هلأ ما عاد يسوى؟ قلت له هالحكي لشزا، بس قال ريحة المعجون الاسنان الوطني مو حلوة. ها؟ مو حلوة؟ يعني ريحة أمريكا أحلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، أعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي أنت وبنتك. ها؟ وجه الله الغابر
آت 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 لن شو جرح الدقنة؟ اي والله اي والله يا تمارا جرحتها، لانه دقني مو متعودة على هالنوع من الشفرات، عم تنتع تنتيع، الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف، صارت دقني مثل جلد الدجاجة المسلوخة. شفت شلون هدنك الشفرات احسن؟ يعني لو حلقت دقنك في يوم ما كانت تنجرحت. ايه معلش يا ستي خليها تنجرح، ما في مشكلة ابدا، شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام انهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا انا نازل على الشغل، بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله اذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة انا اليوم مو جاي على بالي اطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. ايه معلش روحي، شو عليه؟ ريحي حالك وأريد الطبخ إن شاء الله، أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك يا، يعني شغلة خفيفة، يا ستيك يا همبرجر يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا، لا هاد ولا هاد، من اليوم ورايح بدك تنسخيلي الستيك والهمبرجر والهوت دوغ من خاموس حياتك، بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه أو كبة لبنية أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها ها يا ستي رح أجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا، وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبدا إذا أكلنا سلطة روسية. شو عليه؟ يلا أنا رح ألبس، بدك شي؟ الله معك. يلا صباح الخير استاذ. صباح الخيرات، حدا سأل عني شيء؟ لا ابدا استاذ ما حدا سأل. اصبح وصيلي على فنجان قهوه وسط الله يرضى عليكي، بس قهوه عربيه ها او تركيش كافي ما في مانع. تكرم عينك استاذ. شكرا. شامم ريحه مو عاديه يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحه شامم ريحه برفان امريكي. برفان امريكي؟ ورجيني أنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل هاي هي استاذ. يا حيف عليكي يا نسرين يا حيف، كل شي توقعته منك الا انك تبخي برفان امريكي على جسمك العربي. لك انت ما عم تشوفي تلفزيون؟ انت ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظ الانحياز التام بالموقف الامريكي لصالح الاعداء؟ بتعرفي انه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على اطفالنا الابرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي استاذ، انا كتير اسفة استاذ، بالحقيقة هي اجتني هدية والا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هدية مو لازم تستعمليها منوب، كان لازم تكبيها بالزبالة، لأنه إذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الأمريكية فأكيد رح تسكر معامل المكياج بأمريكا يا ستي، وإذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات. مزبوط ولا لا؟ أكيد أستاذ. أصبح يلا رجعي على شغلك، ولا بقى تتلقي من أي إنسان أي هدية مشبوهة بيكون أفضل. هذا منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي، وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. يعني كان ضروري يصفقني كل هالمحاضرة مشان فخة برفان. إيه ها ها أستاذ عروة الدراسة صارت جاهزة. أنو دراسة؟ الدراسة اللي طلبتها مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج لاحقين عليه، قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ.
وليش عم تشتري اوعيك من البالي بقى؟ الشغله معروفه يا استاذ، لانه ارخص. يعني بصراحه انا ما عندي قدره اني اشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت انه مرسوم على التيشيرت علم امريكي؟ بصراحه استاذ ما انتبهت. ما بصير يا اخي ما تنتبه، ما بصير منوب. يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه امتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص امريكي والشارع العربي كله من المحيط الى الخليج منتفض بوش السياسه الامريكيه؟ لك شو انت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي انت؟ جاوبني. بلا استاذ انا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لك بسرعه، اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك. شو ما كانت النتائج؟ هلا بدي اشلحه؟ ايه طبعا هلا، لكن ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني، هي مشكلتك مو مشكلتي. يلا اشلح عوام. أنا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي خليه يأمن تغطية صحفية للحدث وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة بالكثير. الله معك. الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لكو التانية، قال شو اجانا. مرحبا، اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهوين؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير. شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسة المشبوهة، فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الأمريكية، ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبية المتراصة. ما بقول لك لا، بس هي يا بابا لغة مو بضاعة، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. أنت عيني، اتعلمي إنجليزي، ما حدا عم يقول لك لا. بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. ولك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية ادنها بالسياسة الأمريكية، هيك قلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا، وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد. عندك مثلا دار اللغات الحية والسبع تلسون، عندك دار كيف طرطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قالك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخد موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ وانت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي. مثلا عندك كتاب تعلم الانجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على اشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى انه هالسلاسل هي كمان اصلا انجليزي او امريكي. طيب يا ستي،
جيبي سيديات كمبيوتر. كمان سيديات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير. تمارا اهلين عروة، شبك فايت ملهوات؟ هاتي البشارة يا تمارا. خير ان شاء الله. شوفي اجت موافقة الفيزا. انو فيزا؟ لك الفيزا تبع امريكا. عروة ما فهمت عليه. بسيطة رح فهمك، لاني بصراحة ما خبرتك من الاول مشان اعمل لك اياها مفاجأة. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلأ اتصلوا فيني وقالوا لي إنهم قبلوا الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعانتني من الفرحة صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلا شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا لا، شو هاد؟ لا تغلطي، انت لازم تروحي تولدي هنيك بامريكا. يو وليش حتى اولد بامريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب؟ قال ولك حتى المولود ياخد الجنسيه الامريكيه دغري. وليش حتى ياخد الجنسيه الامريكيه؟ شو لك ليكو الغشيمه ليكو؟ ولك حدا بيصح له ياخد الجنسيه الامريكيه وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما انه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام. يا مصطفى اهلين وسهلين حسين بيك. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا سيدي. شو اخبارك؟ شلون شغل معاه؟ الحمد لله ماشي الحال كتير كتير. ويا ترى سألت لي عن الجاردينيا اذا بتعيش بجنينتنا ولا ما بتعيش؟ يا سيدي سألت لكم، هي بدها حرارة عالية وعنا بجنينة هون ما بتعيش. ايوه اصبح الله يرضى عليك جيب لنا كم تنكة فل ابيض، الوالدة الله يطول عمرها بتحب الفل كتير. على عيني وراسي يا سيدي. واذا ما بصير سألي جيب لي كم عرق زنبق من هذه اللي له ريحة بلدي، ما بدي اياها للمنظر بس. امرك سيدي. خذ لك هي لك وهي لابو راميز. الله يطول بعمرك يا سيدي، تفضل كون سامي يا سيدي. تسلم تسلم. تعال لك شو تساوي بجنينة، تعال. شرف سيدي شرف. قلبي على هالطبع اللي عنده، ما بيه ناله عيش اذا ما ساير الشغيلة كل يوم وحكى معهم وسايرهم وسأل عن احوالهم. مزبوط مرت عمي، بس بيني وبينك عم يدللهم كتير، بخاف بعدين ينجلقوا. اي لا ما بينجلقوا ولا شي، كلياتهم اوادي وبيحلفوا بحياته قسم، بيحبوه من جوات قلبهم. ما اختلفنا، بس عم يفطر معهم كل يوم جمعة. ولا مو بس هيك، هداك اليوم فات على غرفة الناطور وعمل تتبيلة الفول بإيده وقعد على الأرض مع الجناينية والطباخين وصار يأكل فول والزيت يشرب من كواعه. يسلم لقلبي على هالطبع الهني اللي إله، طالع لأبوه الله يرحمه، هداك هيك كان مثله فرد شكل. صحيح التواضع حلو، ما حدا بيقول العكس، بس مو لهالدرجة. بعدين لا تنسي إنه حسيب قاضي الأمور الخطيرة ومركزه تقيل. دخيلك أنت ومركزه، شو يعني؟ رح ينهز مركزه إذا جبر بخاطر هالفقرة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرحبا أمي. أهلين تقبرنا الله يرضى عليك. شلونك لميس؟ الحمد لله ماشي الحال، تأخرت شوي ما هيك؟ صحيح، بس تأخري اليوم له سبب مهم جدا. شو بده يكون يعني؟
أكيد شي محامي من هالمحامين كانت مرافعته طويلة شوي. لا والله يا لميس ما حزرتي هالمرة منوب. هو يعني أنا شايفتك مبسوط شوي ومشقرق، بقى شو القصة؟ يا ستي بالمختصر المفيد اليوم عفوني من منصبي. شو؟ شو عم تقول أنت سرحوك من شغلك؟ يعني رح تترك الوظيفة لك أمي؟ إيه والله يا أمي هذا اللي صار، وقبل ما يخلص الدوام بشوي تبلغت. اضرب عليك يا حسيب، بس شو السبب لك أمي؟ يعني هيك من باب للطاقة سرحوك؟ يعني لاعطين عليك شي شغلة لا سمح الله؟ لا ما له لاعطين شي، بس القيادة هيك ارتقيت. والله يا حسيب هي مو خبرية بنوم، عن جد انقهرت. وشو بدك تعمل لك أمي؟ بدك تضلك قاعد بالبيت؟ لا طبعا بدي روح على الشغل. أنو شغل هاد؟ ما قلت سرحوك. صحيح سرحوني من منصب قاضي الأمور الخطيرة، بس بالمقابل رفعوني وعينوني بمنصب قاضي التحقيقات الأول. عن جد عم تحكي؟ اي والله، وبكرة رح داوم بمكتبي الجديد. ايه هيك، ألف مبروك يا أمي، ألف مبروك يا عيوني. والله لو بعرف زلغت لك انزلغطت. الله يخلي لنا اياكي، كله برضاك يا أمي. دبر قلبي. بس بتعرف أني عتبان عليك يا حسيب؟ لا، ليش بقى؟ معاش العتب. يعني ليش ما قلت لي أنه بدك تترفع؟ ضروري تترك لي إياها مفاجأة؟ صدقيني يا لميس، أنا نفسي ما كنت عارفان. معقول؟ مثل ما عم قلك. يعني ما أخذ رأيك قبل ما يرفعوك؟ هلأ إذا واحد بدهن يعزوه ويعلوا مراتبه، ضروري ياخذوا رأيه؟ وعلى فرض أخذوا رأيه، رح يرفض يعني؟ طيب شو مهمة قاضي التحقيقات الأول؟ يعني شو طبيعة القضايا اللي بحقق فيها؟ هو مهمة قاضي التحقيقات الأول التحقيق مع المسؤولين الكبار ومحاسبة المرتكبين والمقصرين يلي بتحولهم القيادة لعندي. دخلك؟ طيب شو صلاحياتك بالنسبة للأحكام؟ صلاحياتي بحددها القانون. والله بعرف، بس قصدي يعني فيك تحكم مؤبد إذا اقتضى الحال؟ لا مو أنا اللي بحكم، أنا بقترح الحكم بالإعدام أو المؤبد إذا دعت الضرورة. لا يا أمي لا، ورضاي عليك لا تقترح أي حكم بالإعدام لأي شخص كان، وخليك رحيم بعباد الله سبحانه وتعالى، وحاول إنك تقترح العقوبة الأخف لك أمي، لأنه مثل ما بيقولوا مثل ما العدل مطلوب الرحمة كمان مطلوبة. أنا ولك ابني ست مريضة وما بتعرف إمتى ربنا سبحانه وتعالى بياخد أمانته، فأخليني مسرورة منك سواء بحياتي أو بمماتي. الله يطول عمرك يا أمي، بس مو أنا حبيب. اسمع مني ولا تزعلني، الله يحن عليك، وإذا بدك ياني ضل رضياني عليك دنيا وآخرة، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك وخاصة الإعدام، لأنه هالروح لك أمي اللي الله وهبنا ياها هو وحده اللي بيسلبنا ياها وبيحرمنا منها. بس يا أمي. خلاص حسيب الله يرضى عليك، ما عاد بدي نقاشات بهالموضوع. يلا لك أمي قوموا على الغداء أحسن ما يبرد. يلا صباح الخير جمانة. صباح الخير استاذ. كيفك اليوم؟ الحمد لله استاذ ماشي الحال. بعتي الفاكس على مجلس الوزراء اللي قلت لك عليه؟ نعم استاذ. شبك اليوم وشك اصفر ومرتبكي، مريضه شيء؟ لا لا ابدا استاذ ما بني شيء. اصبح الحقيني على المكتب واعملي لي قهوه وهاتي لي معك البريد لحتى اوقع. عفوا استاذ. نعم استاذ، في عندك زوار جوا بالمكتب؟ زوار؟ بس انا ما عندي مواعيد صباحيه. صحيح، بس هدول فاتوا غصب عني وما قدرت امنعهم. طيب ماشي الحال، يعطيك العافية. صباح الخير. صباح الخيرات. شو ما تعرفنا على الشباب؟ استاذ طاهر مطلوب القبض عليك واحضارك للتحقيق. شو السبب؟ ممكن اعرف شو السبب؟ نحن ما علينا للتنفيذ، تفضل معنا لو سمحت. طيب خبر الاهل بس. عفوا غير مسموح بهالشيء، خذوه شباب. شو ما دعم خير استاذ في شيء؟ بس خذوه يلا. الو اهلين حسيب، طمني شو اخبار مرت عمي؟ ان شاء الله طلعت من العنايه المشدده. شو هالحكي؟ يا لطيف توفيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك حبيبي، طول بالك. يلا أنا هلا بجي فورا، مع السلامة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الاسم الكامل؟ طاهر الشريف زند الحقصي. اسم الأم؟ زهيرة الزعفراني. السكن؟ غرب المالكي شارع هارون الرشيد. العمر؟ 47 سنة سيدي. ايه يا طاهر، انت متهم بالتقصير والتسيب والاستهتار بمصالح الناس ومتطلبات الجماهير والتفريط بالثقة التي منحتك اياها القيادة، مما يجعلك غير كفء لتسلم المنصب الذي انت فيه كرئيس مجمع للبلديات. وخلال تسلمك لهذا المنصب وردت الينا عشرات المظالم والشكاوى، ورفعت عليك عشرات القضايا والدعاوى، كلها تؤكد على أنك مسؤول فاشل وإداري منحوس لا هم له إلا أن يقبض رواتبه وتعويضاته وحوافزه وأذون سفره ومهماته، ضاربا عرض الحائط بأمان الناس، صاما أذنيك عن همساتهم، صرخاتهم، شكواهم، نجواهم، شجونهم، شؤونهم. فهل تظن يا طاهر أن منصبك هذا تشريف لشخصك أم أنه وسيلة لخدمة المواطنين؟ وهل غاب عن ذهنك أنك في منصبك هذا مهما على عبارة عن خادم متواضع لمصالح الوطن والمواطنين؟ بابك دائما مغلق في وجوه المراجعين كما يتضح لي من التحقيقات وأقوال الشهود والوقائع. الضوء الأحمر فوق مكتبك منار باستمرار، وأنت تعقد الاجتماع تلو الاجتماع. فما فائدة هذه الاجتماعات إن لم تكن مسخرة لخدمة الناس؟ بالإضافة لذلك، لم يرك أحد على وجه الإطلاق تقوم بزيارة واحدة لبلدية واحدة من بلدياتك، وهي كثيرة. لم يرك أحد مطلقا في جولة ميدانية تحتك فيها بالناس وتستمع لمطالبهم. ثم إنك تلتمس الراحة في مكتبك، تلتذ بدفء الشوفاه شتاء وتنعم ببرودة الكونديشن الناعم صيفا. أما معاونوك فبليدو الحس والإحساس، والسكرتيرات مائعات غنيجات مدللات، والكل يقوم بما توصيهم به من صرف الناس عن بابك بغلظة وفظاظة، ومماطلتهم في أمورهم مماطلة سقيمة. وإنك كما وردنا هنا جعلت مكتبك في الطابق الأول، فسيحا مريحا مؤثثا بأفخر أنواع الأخشاب والموبيليا، مضاءا بأجود أصناف السبوتات، مزينا باللوحات الزيتية والنباتات النضرة. أما المكاتب التي لها صلة مباشرة بمصالح المواطنين والمراجعين فقد جعلتها في الطابق الثامن، حرصا منك على إغاظة المواطنين وملء قلوبهم بالحقد على مسؤولي الدولة، غير عابئ باعتراضاتهم، غير مكترث بمريضهم أو كبيرهم أو عاجزهم. بالإضافة لهذا فقد أصدرت أمرك بإقفال الأسانسيرات وتعليق لوحة معطل على كل أسانسير. والأدهى من ذلك أن موظفينك أنفسهم يعانون من الحر اللاهب في مكاتبهم، ولا كونديشن هناك ولا ما يحزنون. فعلام هذا؟ وهل أنت ابن الأكرمين العليين والمراجعون أولاد المنبوذين والمجذومين والجربانين يا طاهر؟ على كل حال، ما هذه إلا مقدمة لم تترك لي فيها مجالا لأمدحك، وكان لزاما علي أن أذمك وأقدحك. أما المجريات والوقائع المحسوسة فهي كالتالي. يقول الشاكون والمشتكون: ملأت شوارعنا الحفر وانعطبت سياراتنا، وإذا ما أنزل الله المطر طافت سياقاتنا. ثم إن الريجارات مكشوفة متوضعة في منتصف الشوارع، والمطبات غير المدروسة تفاجئ السائقين. الأرصفة عالية، أعمدة الكهرباء مطفأة، النيونات محروقة، خطط تعريض الطرقات ارتجالية، يعني طريق المصايف ما بيحلالكن تعرضوه وتحفروه وتنكتوه إلا بأول الصيف عند قدوم السياح. والألعن من هالشي كله، أنت تارك شوارع البلد بدون تسفيت يا أخي. إيه عليم الله صارت شوارع مدينتنا مثل الضيع بأيام الأربعينات والخمسينات، ويمكن كانت وقتها أحسن. وبصراحة ما عم تفرق معك لا شارع رئيسي ولا فرعي ولا أوتوستراد ولا محلق ولا معلق، كل محفر شر تحفير.
فليش ما عم تزفت الطرقات يا طاهر؟ ليش هيك عم تعمل؟ حتى انه في وزير مهم شوي طلب منك تزفت له شارع بيت حماه ما رديت عليه، فليش هيك عم تعمل؟ جاوب يا طاهر. سيدي المحقق، انا قدام بلاغتكم وفصاحتكم ما بطلع نقطة ببحركم، بس يلي بدي اقوله يا سيدي هو التالي: بجوز كون انا مخطئ من حيث التعالي على البشر وسلوكي الوظيفي الشاذ، وانا بعتذر على اللي بدر مني، وبعتبر سيدي مقدمتكم الكريمة فركة لأدني، وان شاء الله ان شاء الله اذا طلعت براءة ما بكون الا عند حسن ظنكم، ورح اتجنب كل الارتكابات يلي وردت بمقدمتكم. اما فيما يتعلق بالوقائع يلي بتمس طبيعة عملي سيدي، فأنا لما اختاروني حتى أستلم منصب رئيس مجمع البلديات كان شرطي الوحيد عليهم يا سيدي أنه يعطوني صلاحية غير محدودة وميزانية مفتوحة ودعم سلطوي ومعنوي حتى أقدر أخدم هالبلد. وللصدق والصراحة يا سيدي الجماعة جاوبوني بالإيجاب وأكدوني أنه طلباتي كلها رح تتأمن ووعدوني بالتلبية الفورية والخير العميم. بس اللي صار يا سيدي اني بعد ما استلمت البلديات طالبت ببعض التجهيزات والمعدات والآليات، وصرت ابعت للمسؤولين اللي هني اكبر مني الكتاب ورا الكتاب والفاكس ورا الفاكس، لدرجة صرت اتوسل إلهم توسل، بس للأسف ما كان حدا يرد علي وما كان يوصلني جواب. وبالمقابل سيدي صاروا المواطنين يلحوا بطلباتهم ويحاصروني، والحق معهم سيدي، ها، لأنه صاحب الحاجة أرعن، وأنا احترت كيف بدي أخدم هالبلد. بتصدقوا يا سيدي إنه بكل بلدياتنا ما في غير ثلاثة كتربلة وفراستين زفت والباقي كله معطل، وما عم يسمحوا لنا بالسيرات سيدي، السيرات قطع الغيار يعني. قسما بالله يا سيدي وما لكم علي يمين تحلفوني، لما بشوف الطرقات محفرة عم يحترق قلبي من جوا، وعم حس بغصة بحلقي ولاعي بمعدتي من منظر طرقاتنا قدام الأجانب. بتعرفوا سيدي إنه ما في خطاط الطريق، وإنه نص الناس اللي عم بتموت على طريق السفر بسبب عدم وجود الخطوط الفوسفورية يلي بتدل على الطريق بالليل. بتصدق هالشي سيدي ولا ما بتصدق؟ بتصدق والله العظيم بصدق. باخذوني بحلمكم وعطفكم وعدالتكم يا سيدي، ولا تحكموا علي حكم ظالم، لانه انا بالنهايه مجرد مسؤول فافوش، فبترجاكم يا سيدي لا تلبسوا لي الطربوش. يعطيك العافيه، ماشي الحال. حسيب الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. رح ابعث للمحكمة اقتراحي ببراءتك واخلاء طرفك من المسؤولية، وذلك تقديرا للظروف المحيطة بك ولحسن نواياك. الله معك. شكرا سيدي. صدقيني يا رباب، انا بعمري ما تدخلت بشغل جوزي حسيب، يعني ما صدفت ولا مرة. والله ما بعرف شو بدي لك يا لميس، بس انتي بتعرفي هالشغلة مو سهلة بنوب، فيها قطع رقبة وسجن وبهدلة. ليش امتى محاكمة جوزك؟ بعد ما يتحقق معه. بقى بترجاكي يا لميس اذا الي عندك خاطر تحكي لي مع حسيب بك مشان يلتمسه بالتحقيق. مو قصة انه يلتمسه بالتحقيق، القصة انه حسيب ما بيرضى ولا بشكل حدا يحاكيه بموضوع حساس مثل هذا. بعدين لا تنسي انه حسيب حلف يمين بالنزاهة قدام الجهات العليا. طيب انا شو بدي ساوي؟ قولي لي انصحيني، يعني جوزي وابو ولادي معقول اتركه مرمي بالسجن وانا قاعدة بين اربع حيطان؟ وشو تهمة جوزي؟ جوزي منيف مثل ما بتعرفي، مدير السيولة والنقد العام، وتهمينه بالاختلاس. عفوا الرباب، أنا ما بقدر أفتح معه هيك موضوع بنوب، أعوذ بالله شو أفتح معه هيك موضوع؟ والله جوزي بيطلقني وبيحسب الله ما خلقني. تشربي قهوة؟ لا ما بدي أشرب قهوة، اشربيها لحالك. الاسم الكامل؟ منيف بن سهيل نط الحيط. أمك؟ سلمى بن صالح مزربان. سكن شارع عبد الرماني جادة السفارة. العمر
54 سنة. يا منيف، أنت متهم بالاختلاس وسوء الائتمان وفق الواقعة التالية. منيف نط الحيط، مدير السيولة والنقد العام، اختلس من المال العام الموجود في مصرف الدولة مبلغاً وقدره 25 مليون ليرة. فما هو تعليقك؟ وأنت الأمين المؤتمن على المصرف الرئيسي للبلد الذي هو يعتبر بيت مال المواطنين والرعاية، وكيف تسور لك نفسك الأمارة بالسوء أن تطال نقوداً هي في المحصلة نقود الشعب؟ ما بتخاف الله أنت بعملتك هاي؟ جاوبني لشوف. سيدي، بليلة ما فيها ضوء قمر، غمضت عين فتحت عين، لقيت حالي مدير السيولة والنقد العام بالبلد، والأموال اللي تحت أمري كتيرة تعادل الملايين والمليارات. بصراحة أنا لما تعينت كنت فقير عدمان، كان علي دين لبيت حماي 40,000 ليرة. فلما شفت النعيم اللي حواليه ضعفت نفسي وشطت ريالتي، خاصة أني كنت شوف الناس يلي ما بتشتريها بقشرة بصلي عم تسحب الملايين بالشناتي وعم تحملها بالزوزوكي. فشفقت على حالي وقلت يا ولد، انت المتعلم المثقف الدارس تبع الراتب اللي عم تعطيك اياه الدولة، والجاهل المزري يقش بالملايين. صعبت علي نفسي كتير، صرت مد ايدي للخزينة واسحب منها. والنكتة اني كنت اقول يا ريتي غيروني قبل ما جن وعمل لي شي عملي، بس ما في حدا لحدا وما كانوا يغيروني. كنت قول يا ريت يعملوا حملات تفتيش ويدقوا حتى خاف وحسوا بحساب، بس ما كان حدا يدقي ولا يفتش، وكأنه ناطيني حتى أوع، لأنه المسؤولين أذكياء يا سيدي، وغالبا هيك بيعملوا، بيمدوا لضعفاء النفوس اللي مثلي وبيخلوهم يسروا ويعملوا حالهم مو دريانين هيك لحتى يكشفوهم بالجرم الأكبر. المهم شو بدي ساوي؟ ما لقيت حالي إلا وأنا عم بنسى للوسواس الخناس وعم بسلق وحط مصاري دولي، وأنا عم بقول لحالي ما في حدا أحسن من حدا، الكل عم بسلق وما حدا عم بينكشف، وكل شيء حتى أمل لقمي لعيالي واسترهم بعد ما ماتي حتى يترحموا علي. بس هلا يا سيدي أنا جمعت المبلغ كله يلي اختلسته ورجعته كامل غير منقوص لخزينة الدولة على دوز بارة، بتوسل إليك ترحمني وترحم ضعفي، لأني تعلمت من كيسي وعرفت إنه المال الحرام بيروح مثل ما بيجي، وأستغفر الله رب العالمين. أسمعنا أقوالك يا منيف. اقتراح الحكم. حسيب الله يحن عليك، لا تخلي ضرر الناس يتحقق عن طريقك. نظراً للظروف المخففة ولاستعادة المال المسروق وعدم السوابق ونبل الغاية المختلس من أجلها، رح اقترح لك الحكم بالبراءة والإعفاء من المنصب. انتهى. شكراً يا سيدي، الله يكتر من أمثالكم يا سيدي. شكراً يا سيدي، شكراً. يعني اقترحت لنا البراءة لمنيف؟ ايه والله يا لميس، لأنه طلع بريء الزلمة. يا عيني عليك يا حسيب، هلأ بقدر حمل الرباب مني إلى أول ما لآخر. شلون يعني؟ يعني رح إلا أني حكيت معك حتى تساعد جوزة وتبري، وهي الحمد لله مش الحال. لا لا أوعك، شو هاد؟ أنا ما اقترحت البراءة للزلمة مشان تنسري أنت وياها. لكان شو؟ خلاص لميس خلاص، هيك كانت قناعتي. رحمة الله عليك يا أمي. يلا أنا فايت نام، عندي شغل كتير بكرة. تصبحي على خير. وأنت من أهله. الاسم الكامل؟ ساطع بدر نجمي. العمل؟ مستشار تعيينات الأول. قديش صار لك بمنصبك أنت؟ 20 سنة سيدي. شوف يا ساطع، أنت أحد المسؤولين الكبار بالوطن العربي عن تعيين المدراء العامين والموظفين الكبار بالدولة، سواء بالمؤسسات العامة أو الوزارات الرسمية، وبالتالي ترشيح الأسماء لاعتمادها وتسليمها فعاليات مختلفة في الوطن العربي، مزبوط ولا لا؟ نعم سيدي مزبوط. ولحسن حظك
أنت شخصياً ما عليك ممسك واحد، لا من حيث الأمانة ولا من حيث الاستقامة ولا من حيث السلوك الوظيفي، وبالتالي ما عندك مخالفة واحدة بإدبارتك، وأرشيفك ناصع أبيض لا تشوبه شائبة، وتاريخك المهني نظيف، وسيطك عطر، والرضا عنك بالأوساط العربية جميعاً محقق. لكن ليش ما فيني سيدي؟ يا ساطع، أنا شخصياً عندي شك فيك، شك قاتل، شك دابحني دبح، وصلاحياتي كقاضي التحقيقات الأول بتخولني إني وقفك ولو لمجرد شك. عفوا سيدي، الشك بإيش؟ افهم علي واستوعبني منيح، الله يرضى عليك، ولا تخلينا نتعب مع بعضنا بيكون أفضل. العفو سيدي، بس أنا ما فهمت عليك، ليش؟ أنا ملاحظ من زمان، يعني من وقت ما استلمت منصبك من 20 سنة كمستشار للتعيينات الأول بالوطن العربي، ملاحظ أنه كل المؤسسات المختلفة على تنوع مهامها ويلي أنت عينت مدراءها العامين خسرانة وعدمانة وكل مالها لورا، مما جعل وضعنا الاقتصادي والثقافي والحضاري والسياسي والإعلامي يتردى ويتراجع ويدب الفساد بالبلد. إيه بس أنا يا سيدي. لا تقاطع يا ساطع. أمرك سيدي. شوف، أنت صار لك 20 سنة عم تعين هالناس بمرافق الدولة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط سيدي. بقى إيدي على رأسك، جاوبني على سؤال واحد بس، وعليك الأمان والاطمئنان، وبحلف لك بالله عز وجل وبالمصحف الشريف وبكل ما هو مقدس إني رح أطلق سراحك فورا دون مساءلة، وما رح يطلع هالكلام يلي رح تقلي يا برات المكتب. منيح هيك؟ شو هو السؤال؟ بتجاوبني بشفافية؟ بجاوبك ما دامك وعدت إنك تخلي طرفي من المسؤولية، بس يا ريت تأمر بإخلاء المكتب لو سمحت. ولك يخرب بيت قلبك، المكتب ما في حدا. ولو يا سيدي، في العنصر. اي ساطع، جاوبني لشوف، ليش الفساد عم يدب بمفاصل الدول العربية؟ يا سيدي الفساد صار ظاهرة عالمية، مو بس عنا، يعني خود مثلا أمريكا. لا أخي، جاوبني على سؤالي وصلى الله بارك، شو بدنا بغيرنا؟ أنا حاسس أنه إلك دور مهم وكبير بوصول أوطاننا لهذا الوضع الطارئ ووقوفها على شفير الهاوية، فشو هو دورك بالضبط؟ يا سيدي ببساطة، أنا عم أعين الرجل غير المناسب بالمكان المناسب، هاي هي كل القصة. ها ها، هلأ طمنت لي قلبي ووصلني حقي ولقيت جواب سؤالي، وعلى ما أعتقد القانون ما بنص على فرض عقوبة لواقعة مماثلة، ولهالسبب رح أأمر بإطلاق سراحك فورا وبالبراءة قطعا. الله لا يعطيك عافية يا حسيب على هالحكم، ولك هذا الشخص هو اللي لازم تقترح له الإعدام يا عديم الفهم. يمكن زعلت مني أمي، مو هيك؟ سبتني لأنه ما لها بالعادة. الله يجيرنا يا جماعة ويرد عنا بلاوي الزمن، هاي صرنا بتشارين ولسه لحد هلا ما نزل ولا نقطة مطر بضيعتنا. قال شو؟ قالوا دلمه مبلول، هالأيام تشترين ما عاد مبل دلمه. بتعرفوا البير يلي بأرضي نشف وما عاد فيه ولا نقطة مي، والشجر يبس والموسم انضرب والأرض صارت مثل الباطون من كتر مناشفة ويبسانة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش ضل في بير بهالضيعة يا أبو مستو ما نشف؟ طيب شو رأيكم يا جماعة نلم حالنا ونطلع على البرية ونعمل صلاة استسقاء، منلبس أواعينا بالمقلوب ومنطلع على هالجبل ومنضل مندعي ومنصلي ومنبتهل لرب العالمين هيك لحتى يفرج علينا؟ والله ما بظن يمشي الحال يا أبو نجيب. ليك التاني شو عم يقطع وبالهوش من عنده؟ هلا أنت شو عرفك إنه ما بيمشي الحال؟ أنت أكرم من ربك شي؟ أعوذ بالله، مو هذا القصد، بس على هوا معرفتي صلاة الاستسقاء في إلى شروط صعبة، ويمكن هالشروط مو متوفرة فينا بنوب. أو شو هالشروط بقى؟ وليش مو متوفرة فينا؟ هات لشوف، نورنا من بركاتك يا شيخ رشيد. بيقولوا إنه كل المصلين لازم تكون نيتهم صافية وقلبهم من الله ولا الله، وما فيهم ولا واحد منحرف عن الحق، يعني بصريح العبارة لازم يكونوا صالحين. ليش نحن مو صالحين؟ أنا ما عم بخصص حدا، أنا عم بحكي عن أهل الضيعة بشكل عام.
والله يا أبو نجيب رشيد معه حق، لأنه بهالأيام ما عاد فيك تضمن حدا. أخي لا تروح لبعيد، هاي ضيعة وادي الزعرور أكبر مثال. الجماعة طلعوا من 10 أيام على البرية وزحفت رجال الضيعة كليات على سفح الجبل وعملوا صلاة استسقاء وما استفادوا شيء. ليش يا حزراء؟ وليش يا أبو مستو؟ لأنه كل من هب ودب شارك بالصلاة على عماها. الصالح مع الطالح، والآدمي مع السرسري، والتقي مع العوانطجي. ومنشان هيك ربنا سبحانه وتعالى ما استجاب لدعائهم وما فتح لهم أبواب السماء. صحيح، ما بقول لك لا، بس نحن مو ضروري نعمل مثلهم. كيف بقى؟ بنختار كم واحد من هالأوادم والصالحين بالضيعة واللي بيحسبوا حساب ربهم وصلى الله هو بارك. شو هالحكي يا أبو زاهر؟ ما بتزبط بنوم؟ ليش مين نحن أصلاً حتى نقيم الناس ونحكم على دينهم وإيمانهم؟ يعني ما بجوز نقول لحدا لا تطلع معنا على الصلاة لأنه بجوز تفسد لنا الصلاة. ربك وحده هو العالم بالنفوس والسرائر. برافو عليك، والله عم تحكي جواهر. قبل التوبات حياك الحياة وسقى الله صبانا وراء فيك لا غين الهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضي. والله ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله. المهم يا جماعة نحن لازم نتصرف ونتحرك، ما بجوز نضل هيك قاعدين مثل الخشب المسندة لا شغلة ولا عملة. إيه لا تحملها كتير أنت التاني، والله اللي بيسمعك بيقول إنك رح تشهد على باب الجامع. يغزي العين عنك، عظمك محشي ذهب. صحيح يا أبو زاهر صحيح، أنا ما بنكر الشيء. أصلاً كل أهل الضيعة عندهم المصاري ومو بحاجة حدا. والله يخلينا أولادنا يلي بالأرجنتين والبرازيل يلي عم يبعتولنا فلوس مو مخلينا نحتاج حدا. يعني لو كنا معتمدين على المواسم وما عنا خميرة محرزة بهالبيت كنا فتحنا تمنا للهوى من زمان. إيه والله صحيح يا أبو نجيب. بدي أسألك، ابنك لساته بتشيلي ولا انتقل على البرازيل؟ لا هون ولا هون، ابني محسن ساكن. لك شو نسيت انه ابنك ساكن مع ابني بغرفة واحدة بالغربة؟ يعني بالبرازيل. لا لا بتشيلي. عدم المؤاخذة يا ابو نجيب، العتب على الذاكرة. ايه شو بده يحفظ الواحد يحفظ. هات نارا يا مسعيب. يا اهل الضيعة اسمعوا وعوا، ويلي فيه بتم مريق يا ريت يبلعوا. جاءت محاسبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. لك مين هالزبون العوافي عرفته؟ لا والله هي أول مرة بشوفه. بس يا جماعة باين انتو درويشوا على باب الله وبده شي حسنة أو مساعدة. يا أهل الضيعة كنا واسمعوا، لا تعملوا صلاة استسقاء وتعصبوا حالكم، لا تعملوا منو. يا أهل الضيعة كنا واسمعوا. العبر لك شو عرفوا بدنا نعمل صلاة الاستسقاء؟ سمعنا شوي أبو مستو. يا أهل البلد، ولك شلون ربنا سبحانه وتعالى بده يقبل صلاتكم وانتم ما بتحبوا بعضكم؟ الأخ عم يخوزق أخوه، والصديق عم يخون صديقه، والأب عم يتبرى من ابنه، والجار عم يتناسى جاره، ولك هذا كله غضب. غضب يا دعساء، غضب يا حقراء. من للمطر ماله ما جيناش على باله، من للمطر ما ردوا معي، من للمطر ماله ما جينا
نشعل باله ما للمطر ماله ما نشعل باله هو اللي متخبي بالغيم يا ربي يعمل كده فيا أصلي واندهله ينزل على مهله ويروي أراضي يا الله 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 اجاني هاتف من غامض علمه مش الحال وصلت الرسالة الو الو بابا فين بابا هنا هنا هو اللي مين بيكلمه عمو 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 شفت انا حلوة ازاي شفت انا طحمة ازاي عمو 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 لك ليش عم تصفقوا فرحانين بحالكم وهيك ولك انتم منين الله بده يوفقكم ويبعث لكم مطر اذا كاسة شاي لحد هلا ما ضيفتوني اما ارقى الزلمة انا هو بس هذا نهفي من افات الزمن نزل له كاسة شاي على حسابي يا مسعف كتر خيرك يا ابو مستو العبا لك منين عرف اسمي؟ يعني انت ما بتعرفه قبل هلا؟ بحياتي ما شفته بس ما يكون شي مخبر وعامل حاله اهبل وعم يدحوش فينا ولك شو بده يجيب المخبرين على هيك ضيعة انت التاني؟ ناديله ابو مستو ناديله خلينا نشوف شو قصته وينك يا حباب؟ اي اي الاستاذ سمعان اذا بتريد استاذ؟ طيب مثل ما بدك شرف لهون الاستاذ سمعان ماني فاضي هلا عندي موعد بعد نص ساعه الضيعه ثانيه غير ضيعتكم قبل شوي اجاني هاتف غامض بهالشي فعلا هالزلمه تركيبه اي والله صحيح دخلك وما بيتاجل موعدك شوي بلا بيتاجل اذا نويتوا تعشوني عشاء متسيم منين الله بعت لنا هالزلمه بالفعل بسخن كثير بس وينكم كل الناس المبروكين واللي بيكونوا على قد نياتهم بيطلع بايدهم اشياء كتير كتير وربنا سبحانه وتعالى بيكون فاتحها على مصيرتهم لو كان بيطلع بايده شيء كان حسن احواله ما كان ضل شحاد عايف التكنه مزبوط هاد مو هيئته هلايا بس انا فهمت شو عم يقصد ابو مستو ابو مستو قصده ان يمكن الاهبل هاد يطلع مثل الاهبل يلي اجى على ضيعة تل الوطواط قبل 5 سنين وقلبها فؤاري تحتاني الله وكيلكم صار يحل ويربط ويعين مخاتير ويشير رؤساء مخافر بس هذا على جدبته عم يخلط شعبان برمضان يا استاذ سمعان تعال هون شوي يعود معنا لبين ما يصير موعدك يلا يلا جاي اهلين وسهلين اهلين وسهلين تفضل استاذ سمعان شرف عود معنا شرف ارتاح بس بدي اسالك سؤال وبتجاوبني عليه بصراحة ايه بجاوبك بجاوبك انا منين عرفت اسمه هذا ابو مستو ولو ولو يا ابو نجيب معقولة تصعب علي هيك شغلة شي كمان بتعرف اسمي ولك انا من تطليعة واحدة بوش الزلمة تطليعة واحدة ما بتنيها بعرف لكم اسمه اصله فصله واسراره وبنقتلكم احباشاته وكراره انت مثلا اسمك ابو نجيب محمد علي العاقل مدامتك عيوش بنت زهرة فرعون وانت اسمك رشيد لساتك عزابي اسم ابوك ابراهيم المكيوت والقرصون هداك اسمه مسعف ابن سعيد روح الخل يتيم الابوين وصاحب القهوة اسمه ابو حسن البارودي كان محبوس 20 سنة بجريمة قتل طلع من 4 سنين مدامته اسمها خديجة الهايش تولد 1966 كانت محبوسة بسجن النسوان لانه طعنت بنت حماها بالخنجر وانا شو اسمي انت صالح خرمة باهم رجلك مقطوع لما كنت تشتغل حداد وانا انت اسمك سليمان هبول امك اتطلقت اول امبارح من ابوك لانه بده يتجوز عليها زينة البقجة
طيب شو في وراء هذاك الحيط؟ في برميلين مازوت، واحد ملان ثلاث ارباعه وواحد ربعه. فوق البرميل في بوت عسكري. وانا شو بتعرف عني؟ خلاص يا جماعه افرطوا لنا اياها بقى. شو ابو مستوى؟ شايف الاستاذ سمعان فات بالغميه؟ ايه بلا غميه بلا بطيخ مبسمير، بيكون سائل عن اسامينا قبل ما يفوت لهون وجاي عم يسلب علينا. هيك عم تقول يا رشيد؟ طيب شو رأيك اقول لك اسم البنت يلي عم تلتقي فيها عالنبعة بدون اذن ابوها؟ واذا بتريد بقول لك شو جرى بيناتكم بالحرف، لانه انا بتجيني هواتف غامضة، مالي قليل عند ربي انا. ماشي بنور الله ادعي واقول يا رب، ماشي بنور الله، ماشي بنور الله. شو سيد رشيد؟ إلك اسم البنت؟ إلك أول حرف من اسمها؟ لك سد حلاك ولا خلاص ولا حرفها؟ خلاص رشيد فرطها، ليش الهزيت كل الآن؟ شو قصدك؟ خلاص مو قصدي شي، مو قصدي شي، عود. إذا فكرك إنه أنا عم شوف. خلاص بقى لفها بعدين متواجه ومنحكي. بس وأنا خايف أقول اللي في قلبي تتقلوا وتعندوا ويايا، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني بهوايا. سقف بيتي من حديد، سقف بيتي من حجر، قد نظرت من بعيد آفتي بعد النظر. سقف بيتي من حديد، سقف بيتي من حجر، قد نظرت من بعيد آفتي بعد النظر. إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله، إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله، إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله، إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله، إيه والله إيه والله ما شاء الله ما شاء الله. بالمعروف 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 يا سلام سألم، بالمعروف 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 يا سلام سألم، بالمعروف 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 يا سلام سألم. بتعرفوا يا بنات شو عم يقولوا عن الاستاذ سمعان؟ ايه قال امبارح عرف شو لون الاواعي الداخليه يلي لابسها ابو مستوى. صحيح، قالوا كمان عرف انه بتمن معي في سندهب. لك وايه، وعم بيقولوا كمان اذا تطلع تطليعه وحده بالمره الحبله بيعرف شو بدها تجيب، صبي ولا بنت. الله اكبر على هالزلمه، انه شلون رب العالمين فاتح بصيرته ومورجيه المخبى وكاشف له الاسرار. والله هالشغله بتحط العقل بالكف يا ريما، مو باين عليه انه فهيم وشكله هيك مثل الاجداب وهيك مشرشح. يا عدله ربك كبير بيوضع سره باضعف خلقه، بس انا اللي محيرني انه هذا البني ادم ما بتعرف فيه حكيم، ما بتعرف فيه منجم، ما بتعرف فيه مطرب، جامع من كل علم خبر. ايه والله مزبوط يا ناديه. هلا دخلك، اذا سالته عن عبوده اذا كان بيحبني ولا لا بيجاوبني يا ترى؟ وليش لحتى ما يجاوبك؟ الشيء اللي اهم من هيك عم بيجاوب عليه. وانا بدي اساله عن خطيبي، امتى بده يرجع من السفر؟ وانا بدي اساله عن جوزي، شو اللي غيره بهالفتره؟ بس بدكم الصراحه يا بنات، فعلا هالزلمه اجانا رحمه للضيعه؟ طبعا الله سبحانه وتعالى بعث لنا اياه حتى يساعدنا وينصحنا. بس والله انا خايفه انه يمشي على غفله بدون ما حدا يحس عليه من اهل الضيعه. وين بده يمشي يعني؟ صدقيني اهل الضيعه متكمشين فيه بايديهم ورجليهم. لا والمختار عطاه غرفه عنده بالمضافه، ويا من ترى متحوش فيه. يعني هلا هو عم بينام ببيت المختار؟ ايه طبعا، لانه العز للرز والبرغل شنق حاله. طيب كيف بدنا نشوفه لحالنا؟ ما بعرف، انا سمعت انه ما عم بيشوف حدا، يا من ترى قاعد لحاله عم بيتامل ويصفن. معناها يا ستي هذا عم تجيه معلومات لمخه، وبيني وبينكم يلي مثله بيكون الله عاطيهم ذكى كثير. يلا يا بنات استعجلوا شوي تاخرنا. يعني منين جبت لي هالبلوه اللي عندي على البيت؟ ما عم افهم. أنو بلوى؟ شو أنو بلوى؟ هذا سمعان. الله يسامحك يا منيفة، هلا هذا الدرويش وعالبركة بتسميه بلوى؟
لكن شو بدي سميه؟ لك هذا مبروك، الله فاتح على بصيرته وعطيه من غامض علمه كتير. مبروك؟ أصلاً هذا اللي مخوفني. وليش بقى؟ بركي كان مخاوي، يعني ما أحلاهم أخواته الجن فايتين طالعين لعندي على البيت سري مري بدون ما أشوفهم. شلون بدي أتصرف أنا بالبيت؟ بعدين شلون بدي ألبس؟ شلون بدي أشلح؟ شلون بدنا؟ لك شو مخاوي أنت تاني؟ بلا جد ولا تعال، خليكي راكزة ما بعرفك. بعدين حتى إذا كان مخاوي بيكون مخاوي جن الرحمن مو جن الشيطان. ولا تنسي إنه سمعان ممكن يفيدني كتير. وبشو بده يفيدك بقى؟ بكرة بتعرفي. إيه سمعان أفندي؟ أستاذ سمعان لو سمحت. مثل ما بدك أستاذ سمعان. بدي منك خدمة صغيرة لو سمحت. ما بعرف إذا بيطلع بإيدك ولا لا. إذا بيطلع بإيدي ما بصير. يا سيدي بدي منك تعرف لي مين اللي قدم فيني تقرير للمحافظ واتهمني فيه شي كان وشي ما كان، لأنه بصراحة محروق قلبي لا أعرف هالوغد. ماشي الحال، بعد 3 أيام بعطيك الجواب الشافي. طيب ليش مو هلا؟ لأنه الجواب مو متوفر عندي هلا، لازم فوت بالحالة وبيت استخارة وكون على استعداد لتلقي الهواتف الغامضة. طيب استعد وتلقى هلا. لك العمى ضربك ضرب. لك شو ما تفهم أنت؟ ما بتفهم؟ أنا ما بينضغط علي النوب. لك خرطبيل أنت ولا خرطبيل ولا طرطميس ولا أجدب بريالي ولا فكرك إذا طعمتني لقمتين ملكتنا ليوم الدين أنت. عفوا بس أنا يعني قوم خليني أعرف تسمم هالقمة. قوم ولا حاضر لسه سمعان. يا لحظة يا الله خير في شيء استاذ سمعان؟ يا الله عيرنا صوتك شوي. يا الله اطمني في شيء؟ اجاني هاتف من غامض علمه. خي قوم يلا بعتي ورقة قوم استوجها اضيع اقوام. خير طمني عاوزهم ضروري. يلا هوا. بس وينك؟ ليش ما بتروح معي انت على القهوة؟ هلا بيكونوا كلهم مجتمعين هنيك. كمان بيصير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مختار شريف. تفضلوا شيخ سمعان شريف عود. تفضل. لا شيخ لا تقول شيخ، ما بحب المشايخ. انا الاستاذ سمعان. على كل حال مو جاي عود. يا جماعه الاستاذ سمعان حابب يحكي معكم جوز كلام. تفضل يا استاذ سمعان. عود بحسن سماع يا اهل الضيعه. افنيت كل تغزلي في وصف خصر كالخيال وسكت عما تحته. ما كل ما يعلم يقال. شو رح يعملنا أمسية شعرية هذا؟ هاي عيرنا صوتك أنت هنيك يا حيوان. شباب بس ما رشيد سمعنا. اليوم يا جماعة الخير إجاني هاتف من غامض علمه. شو جا؟ مين اتصل فيه؟ يا جماعة عم يقول إجا هاتف. دخلك هذا الهاتف اللي إجاك موبايل ولا أرضي؟ يا حيوان لا تقاطعني. الهاتف الغامض اللي إجاني عم يقول إنكم زعلتوا كتير لما انسرق خنجر حيدر باشا من بيت المختار. خنجر حيدر باشا؟ يعني الهاتف الغامض اللي إجاك دريان بقصة الخنجر؟ دريان وبيعرف انه انقهرته كتير على هالخنجر لما انسرق لانه غالي عليكم ويعتبر بالنسبة لكم رمز وطني. ايه والله لانه هالخنجر له قصة طويلة عريضة. معروف ايش هو قصته. وبحب اشركن انه الحرامي اللي سرق الخنجر نعرف وراح دلكن على مكان الخنجر. الله اكبر. لك عرف الحرامي وبيعرف مكان الخنجر معناتها؟ قول بسرعة استاذ سمعان وين مكان الخنجر؟ وي مدام الدنيا ما هيش دايمة ويا ما على العالم أيمة. بس اسمع شو شو؟ ليه سكت؟ يمكن أضع الإرسال أو تشفر. خلاص يا بغل. اليوم يا جماعة كلياتنا سوا مننطلق بقيادتي على أرض أبو هدلة.
بعد العصر. هنيك في شجرة كبيرة بعد الشجرة بخطوتين باتجاه الغرب، نحفر منلاقي الخنجر بإذنه تعالى. وليش بعد العصر؟ ليش مو هلأ مثلا؟ لا، لا حدا يروح لهنيك قبل العصر، ولا ما بيحصل له طيب. لا حدا يروح، لا حدا يروح يا جماعة. أعوذ بالله، ليش حدا بيسترجي يروح لهنيك لحاله إذا ما كنت معه؟ وأخيرا لا آخرا، طالعوا لي هداك جحش يلي قاعد هنيك، طالعوا لي يا لبرا قبل ما يطلع جناني عليه وكرسحه أو شله بأرضه أو صلت عليه غضب البلو أنجل يتعمشق فيه ويركبه. لك أخرج بيتك اتحمل معك بقلبك ما أوقحك. يا ريت ني عمري ما خاوي. هلا بدي افهم، معقوله خنجر صار له مسروق سنتين يلتقى بهالسهوله؟ ايش هالعلاك لمصديها؟ هيك عم بيقول شمعان. قولتك بيصدق؟ والله بيقول المثل عن جن الحمام بتبين القرعة من المضفاير. لك أنا خدني معك خليني اتفرج. على شو بدك تتفرجي؟ على الخنجر كيف كنت لاقوه؟ هلا عادي بالبيت ونضبي بلا قال لي تعال. بعدين انت شو بدك بهالشغلة؟ يلا أنا ماشي. لوين؟ رايح صلي صلاة العصر بالجامع، بعدين روح مع الجماعة على الأرض بغدلة. أصبح الرجاء وخبرني بسرعة شو بصير معك. ماشي. احفروا هون يلا. شو يا بلاقي ما بين شي؟ سكتولي هالبني آدم أحسن ما حل الغضب عليه أو كرسحه أو شله بأرضه وقتها زنبه على جنبه. ولك يا رشيد زو بقى شبنا اللي ما وصلت للتم. بس يا مختار أنا. ولك إذا ما بتقدر الست حلقة كفرقنا من هالضيعة ولا تأرجينا وشك. الله بعته ليأخذ بإيدنا وانت واقف له سنجة عرض. الزلمة عم بيشتغل بعلم وخبرة، واحد زائد واحد ساوي اتنين. ها بيّن. شفت يا رشيد النحس؟ هذا هو بذاته. يا برني سمعك يا شيخ سمعان، لك هذا هو خنجر حيدر باشا. الله 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 الله. بركاتك يا شيخ سمعان، بركاتك يا شيخ سمعان. وي مدام الدنيا ما هيش دايما وقياما على عالم ألمى، حبوا هالدنيا عيشوا في طراوة. يا حلو لو يا حلاوه وي ما دام تهنينا يا مختار. الله يبارك فيك مبروك يا مختار. انت مختار مبروك عليك يا مختار. شي فظيع، شي مذهل. لك يا جماعه يلي صار امبارح معجزه حقيقيه فعلا. الاستاذ سمعان يا جماعه مو قليل عن ربه ابدا. سبحان من فتح بصيرة الضعفاء والمساكين. سبحانك يا رب. رجل مبروك مثل هذا مكسب كبير لهالضيعة، وبكرة يا ما راح تشوفوا منه غرائب وعجائب. نحن يا جماعة ما لازم نخليه يترك ضيعتنا أبدا، لازم نعمره بيت ونجوزه كمان. شو بك رشيد؟ ليش ما عم تحكي؟ ولك شو بده يحكي هالأهبل بعد ما شاف بعينه؟ ما شايفه شلون خرس؟ ايه والله يا شباب شفت بعيني، ما حدا قال لي. اتعلم لا تستصغر حدا. والحرش بيولع وعود السقايا حياب. ايه شيخ سمعان، بدي استشيرك بشغلي. لك اخي لا تقل لي شيخ، مالي مراقب الشيوخ انا، اللي الاستاذ سمعان. حاضر حاضر استاذ سمعان،
انا عم فكر رشح للانتخابات الجاي، بقى شو رايك؟ انتخابات شو؟ انتخابات مجلس الشعب. لا تعذب حالك. خير، ليش معذب حالي؟ فكرك الفوتة لمجلس الشعب غنيمة؟ تضرب انت وهالفوتة تضرب. يعني فكري بروز قدامه للضيعة. ولك حبيبي لا تعذب حالك، ما راح ياخدوك بالقائمة، وانت بلا قائمة ما راح تأملك قائمة. طيب يعني شو رأيك تبيت لي استخارة وتبذل جهدك حتى انجح؟ بصراحة انا وهوات في الغامضة ما منتعاطى بالسياسة ابدا. طيب بلكي يعني لحظة جايني هاتف من غامض علمه. ختم الصبر بعدنا بالتلاقي وشفى الصدر أن ودك باقي. خير استاذ سمعان؟ بدي اجتماع عاجل لكل أهل الضيعة وبسرعة. إذا بتريد ما معنا وقت، إذا بتريد أسمع شو رأيك نروح على هو فورا؟ ما في مانع، اسمعني أنت لهنيك واجمع لي أهل الضيعة وأنا بلحقك بعد شوي. حاضر، بس خير فهمني شو القصة. اعمل مثل ما عم قلك. حاضر. حسدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك لي وعذابي بهواك ايرضيهم ويريت بتعذب فيها. استاذ سمعان، من الهاتف الداعي؟ اري ما ارى، ماذا وقوفك والزعران قد صاروا؟ فوت لك شوي، بس شوي الله يخليك. لوين دفو؟ ما تخاف، رفقاتي عندي، بدنا نسالك كم سؤال. بس انا عندي اجتماع كبير بالقهوه. ايه خلص، ولا يهمك، ما من اخرك، فوت. ايه اذا هيك ما في مانع. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. ايه استاذ سمعان، جاوبني بسرعه، عمل معروف. هاتي لشوف. بس معلش اذا اعطيتوني نجاسه. انت كرم عينك، تفضل. هاي نجاسة كبيرة كمان. قلي هلا، أنا تقدم لي واحد حتى يخطبني من أهلي، وهو عنده أملاك كتيرة وفي عنده محل اسماني. يخرب بيتك يا حيواني، شو هالوعى الزفرة؟ لو دفنوكي بالجبانة ما بدك هالتجرة. ليش يا أستاذنا؟ أحواله عدماني وأعماله خسراني، أصلا هالدكانة اللي عنده مؤلو بالإجرة. طيب أستاذ سمعان، بدي أسألك، أنا خطيبي مسافر بالبرازيل وله سنتين ما بعت لي رسائل، بقى شو ساوي؟ استنى لي يرجع من السفر لحتى يخطبني رسمي ولا لا؟ ورصاصي خلع رقبته والحمة تسلق قامته، وإن شاء الله بالعاجل تستلمي ورقة نعويته. ليش أستاذ؟ فال الله ولا فالك؟ هالشب سمعة مزنفتي ودايرها برا عكراتي، وعلى طول عسكر وخمر، وعلى طول عسكر وخمر، وكتراني حول الودوتي ورصاصي خلع رقبته. استاذنا، انا بدي اسألك سؤال عن جوزي. جوزي بيغار علي كتير، ولو طلع بايده لكان ربطني بالجنزير، بقى شو بدي اعمل بغيرته هالزايدة؟ تك 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 طاير طيرك، وانتي جذبة بتفكيرك، هذا جوزك هالمنظوم متجوز تنتين غيرك. ولي شو عم تحكي انت؟ معقول؟ هذا جوزك يا جحشي، ناطط من فرشة لفرشة وعم يزود هالغيرة حتى يغطي شي بشي. ولي شو عم تحكي؟ معقول؟ أمي نادي، أمي
مسكينة هالعدلة، والله ما بتستاهل. بابا أنت هون؟ لسه ما رحت على القهوة؟ أستاذ سمعان الله يخليك، عندي عملية تجارية، بس شوف لي إياها بتنجح لما ما بتنجح. معليش يا ريت تتركينا لحالنا شوي. باين على وشك مجرم، بالممنوعات صرت معلم، تهريب بشنطة رشوة للشرطة، تهريب بشنطة رشوة للشرطة، شكلك بخوف سمعة بتقرف، وما في بأعمالك شغلة بتشرف، يا عمي آثار الضيعة صارت برا، عم تزقى وعم تبيعة أعمال حرة. هلا هلا السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. لا لا معليش معليش، بدي ضل واقف. يا أهل الضيعة اسمعوني منيح، أديك الفصيح من البيضة بصيح. اليوم حسب الهواتف الغامضة والتخمين والحدس والفراسة والاستخبارات صار عندي خبر مهم. خير إن شاء الله يا أستاذ سمعان. هالخبر بيقول إنه بعد ما التقى خنجر حيدر باشا وشفتوا هالشي بعيونكن، إجاني أمر فوري وإيحاء ملزم بإني لاقي لكن حيدر باشا نفسه. حيدر باشا جدي. الله يرحمه يا حيدر باشا. الله يرحمه. على هواي ما فهمت. حيدر باشا طلب يقابلكن وشفته شخصيا بمنامي وترجاني حتى اجمعوا بالحبايب، حتى اجمعوا فيكن. ولهالسبب وبعد معاناة طويلة بتفكيري قررت استحضر روح حيدر باشا بكرة الصبح على ظهر الجبل. الله 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 الله. بركاتك يا شيخ سمعان. بركاتك يا شيخ سمعان. يا جماعة حيدر باشا يناديكم، فلبوا النداء. حيدر باشا مشتاق لضيعته، مشتاق لهوى ضيعته، لتراب الضيعة، الشيوخ الضيعة، أطفال الضيعة. ولهالسبب بكرة صبح الساعة 9 صباحا حيدر باشا رح يستناكم بالكرم العالي، والدعوة عامة للجميع، ولازم نطلع كلياتنا سوا حتى نقوم بواجبه مليح ونحتفل بالمناسبة العلمسية. ويا ترى هو شخصيا جاي ولا بس روحه؟ طالعوا لي هالكلب لبرا قبل ما تهرب الطهارة والصدع من المكان. طالعوا لك طالعوا. يخرب بيتك شو مشكلتي، العمى ضربك شو وقح ومن هون لا؟ الزلمة ما عم ينام الليل مشان يخدمنا وانت لازم مسخرة. قوم لهون قوم لهون. لا تقلي ولا بقول لك، هالمرة بدي روح معك. المشوار بعيد عليك يا منيفة. لا بعيد ولا شيء، كل نسوان الضيعة طالعين، بدي ابقى لحالي انا. معك حق، ماشي الحال، لشوف الاستاذ سمعان بالاول. شو استاذ ما بدك تمشي؟ روحوا انتوا هلا روحوا. يعني انت ما بدك تروح معنا؟ بلا بدي روح، شلون ما بدي روح يعني، بس اذا اكتمل نصاب الضيعة بيكون احسن. ماشي الحال، راح اسمعك انا ومرتي لكان. ماشي الحال. خاطرك. الله معك، مع السلامة.
شو الأخبار أبو مستو؟ كله تمام معلم. الضيعة فضيت ما بقي فيها الدومري. وما سألوك يا ترى ليش ما طلعت محون؟ لكن ما سألوني، قلت لهم بطني عم يوجعني كتير وراح موت. برافو عليك. أنا تربايتك معلم، أنا من إيدك هي لإيدك هي. بس ملاحظ إنه الشباب تأخروا لهلأ ما طلوا. ولا يهمك، ما بقى إلا يوصلوا. ليكن وصلوا. شو الأخبار معلم؟ الضيعة فاضية ما فيها الدومري. يلا بسرعة بتفوتوا عليها بيت بيت وبتقشوا وقش وبتحطوا المسروقات بالكراتين وبتلزقون. لا تخلوا فيها شيء أبدا. ها ودور لي على المصاري الكاش والدولارات، هدول عظمهم ذهب وبيصمدوا مصاري كتير. ومنين بدنا نبلش معلم؟ بلشوا أول شيء من بيت المختار. ولا إلكون بلشوا ببيت رشيد، لأنه هالزلمة بغل وجحش ومفزلك كتير وقليل طعمه. حاضر، رح نادي للشباب. أبو مستو الله يرضى عليك، هلأ أنت بتروح بوشك على فرجتك مشان تكمل ضعفتك مشان ما يحسوا عليك أهل الضيعة. وأنت معلم؟ أنا بوشي عشامة مشان تفر البضاعة المسروقة. طيب والضربة الثانية إمتى؟ لك شباك شطت ريالتك أبو مستو، واحد ربك شوي على موبايل بكرة. لوين؟ لوين؟ على ضيعة عش الزلائط. الله حيك يا معلم، احترامي. الله معك، مع السلامة. Ha ha ha.